شهيد تروح تحرر العربيات بتاعته وتعتدي على شرفه وعرضه وتقول انا الموت اموت شهيد زي ما طلع لي شيخ لا هو شيخ ولا ينتمي للمشيخه فيه خالص انسان ضال ومضل انسان يراجع دينه انسان حقير حقير على الامه الاسلاميه حقير للدين الاسلامي حقير على المسلمين انسان الا وجد ولا غنيم اللهم لا تجعله غانما ابدا يخرج على الشاشات ويتهم الناس بالكفر والفسق والارتداد ويبيح دم الناس ازاي؟ ازاي انت بتقول انا حافظ قران وبقول ازاي؟ ازاي لما يسالوك حسني مبارك يقول كافر محمد حسين طنطاوي يقول لك كافر عبد الفتاح السيسي يقول لك كافر مرتد محل الدم ازاي يا راجل تقول كده؟ ازاي يا راجل القران مين اللي انت حافظه؟ هو ده القران اللي انت حافظه يا الا ودي ولا الا غني ازاي انت بتقول كده على كلام على الناس؟ ازاي؟ ازاي بدير ما يقوم بالكفر؟ ازاي ده ان لم يكن فيه ارتدت عليك؟ راجل بيقول لا اله الا الله راجل وقف قدام القانون وخد حقه وطلع براه راجل وقف طول عمره محارب بيقول عليه كافر حسني مبارك كان كافر طنطاوي كان كافر كنت فين انت والناس على جبل الحارب انت وغير انت وشويه العيال اللي حواليك كنت فين؟ بتقول على الناس الشرفاء كفره بتقول على رئيس الجمهوريه المصريه دي كافر كافر السيسي كافر يا وجدي يا راجل يا ضال يا مضل يا اللي ما تعرفش ربنا انت ولا اللي معاك بتتهم الناس بالكفر والفسق والارتداد عن الدين ازاي؟ اي انسان بس الامام مالك قال لو ان هناك 99